صباح الورد صباح النور. اهلا وسهلا. خير نزار. ولا لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانت؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. اذا نزار كالعاده كما قلت للسادة المشاهدين نحن بطبيعه بدينا الحمد لله كنجم نقولوا احنا على السكه الصحيحه فيما يخص ان شاء الله فيما يخص جائحه كورونا، لكن ايه. مازال الطريق قدامنا طويل. مازال طويل ومازال مش معناتها نبتاجوا بال لا مازال لانه حسب اليوم يعني حسب البارح 17 حاله جديده. 17 حاله ايه. وصلوا لحاله 901 حاله. والخبر المفرح لهنا انه 170 حاله تماثلت للشفاء، يعني الحمد لله كانت 143 ولات 170 حاجه يعني طيبة للغاية، طيارة على الآخر الحمد لله. وإن شاء الله نكونوا في الثنية الباهية، خاصة معناتها نزيدوا نلتزموا بالحجر الصحي يعني اللي والإجراءات الحجر الصحي اللي أعلنت عليها الحكومة حتى نهاية الفترة هذه، التمديد هذا حتى 4 مايو الجاي. وإن شاء الله بعدها نبدأ في مرحلة جديدة، مرحلة الحجر الصحي الموجه. والحجر الصحي الموجه هذا يمكن تو قاعدين يشتغلوا عليه، يشتغلوا عليه فيه. ولازموا تحذير الحقيقه، لازموا تحذير حتى من الجهه النفسيه مهم برشا، لازموا تحذير اولا، ثانيا لازموا يشوفوا القطاعات اللي باش تحل اولا، ويشوفوا كذلك خاصه من ناحيه القطاعات الحيويه. نتحدثوا لهنا على خاصه على الدراسه، صحيح نهار 29 ابريل باش نعرفوا كل شيء، نعرفوا كل شيء. وهذه الكل علاش تم توخير حتى لنا 29، خاطر باش يعرفوا الحالة الوبائية كيفاش في البلاد، يعني كيفاش ماشية بالضبط، واش يركزوا على يعني المناطق اللي كانت يعني موبوءة برشا باش يتم إغلاقها. هيك علاش باش تكون هو موجه، يعني باش يكون حسب الجهات وحسب القطاعات. نعم. يعني إذا يكون فما جهات فيها كثير من الحالات ويعني فيها إمكانية باش يزيد تفشل الفيروس، فإنه باش يغلقوا الجهات هذه مقابل إنه جهات أخرى ممكن أقل عدوى هي اللي باش يعني يتم فيها يعني القطاعات هذه باش تخرج في يخدموا على رواحهم العباد، فهمتني، وباش يكونوا ملتزمين حتى بالقواعد نتاع التباعد الاجتماعي في الشارع وفي الفضاء العام. وهذا اللي يعني ونبداو نحضروا احنا خاصه لابسين البافيت نستنسوا بهم شويه، خاطر البافيت ماهيش داخله في تقاليدنا برشا، لكن هذه من الحاجات اللي لازمنا بالحق معناتها نستنسوا بها نسنسوا رواحنا بالبافيت. صحيح، خاصه في الفضاء العمومي، دونك يكون في خاص تجم تقعد وحدك في بيروك ولا في تجم تقعد من غير ما تلبسها، اما لك تكون في كونتاكت ديريكت مع ناس اخرين لازم تلبسها البافيت، ولازم تكون ديما ابورتي. ولهنا زاد كذلك يعني نحب نشكر خاصه القطاع الصحه اللي قاعد يبذل في مجهود كبير وكبير ياسر، ونحييهم خاصه على المجهود هذايا، ونحييهم خاصه كذلك على انهم يحاولوا كيفاش ديما ياخذوا الاحتياطات وياخذوا ويسبقوا الامور باش ياخذوا القرارات اللي يمكن فيما بعد تكون عندها نتائج ايجابيه في الحرب ضد فيروس كورونا. ويعني نشكرهم بالكذا بالكذا، خاصه وانه الانتظارات الاكثر تشاؤميه احنا ننتظروا برشا منهم الحقيقه، اكثر تشاؤميه كانت يعني نقول حتى باش نوصلوا 1500 و2700 في نص افريل، الحمد لله توصلنا يعني في 10 أيام التوالى نتاع أفريل وصلنا حتى 901 إصابة فقط. ولهنا يعني مجهود كبير ياسر بالرغم من نقص الإمكانيات، بالرغم من رغم الوضع الحقيقة الوضع هذا موضوع كبير برشا، بالرغم من استهتار كذلك البعض بقواعد الحجر الصحي، لأنه الحمد لله نعم وصلنا يا رب ان شاء الله. ونزيدوا بالطبيعه احنا هما اليوم مطلب وزاره الصحه، مطلب المتدخلين خاصه والمشرفين على قطاع الصحه هو الالتزام بالحجر الصحي، معناتها نشدوا ديارنا نسمعوا الكلام هذايا الحمد لله، على الاقل نساهموا في حاجه نبنيوا في حاجه معناتها مفخره لتونس اليوم. كان بالمجهودات هذه نجموا اليوم الحمد لله بدينا باش نخرجوا من هالازمه ان شاء الله، ان شاء الله اقل الاضرار، ولكن ما ننساوش زاد باش نترحموا على موتانا الله يرحمهم، الله يرحمهم وينعمهم بالطبيعه، ونتمناوا الشفاء للناس المرضى الناس الكل. نعم. والحاجه الباهي يعني الباهي اكثر انه حتى التوانسه اللي مازالوا لبرا وبداوا بالسياسه بداوا يرجعوا بداية من أمس أو لامس بداوا يرجعوا، فما مخطط كامل عددت وزارة النقل
وكذلك وزارة الخارجية كانوا يتعاملوا بعضهم هم عندهم خلية تعاون وخلية عمل مع بعضهم باش يروحوا بالتوانسة وبرشا الحقيقة هي أعداد كبيرة برشا صحيح أمل هو نقطة الضعف حتى أنا برشا ناس حكيت معايا من برا تحب تروح خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء حب يروحوا لكنهم في كل بلاد يعني ثلاثة في بلاد هذه ثلاثة في بلاد الأخرى هو التجميع طريق التجميع هو احنا كنا مع سي بوراوي الإمام في حلقات سابقة حكينا عليه تجميع المواطنين هذوما يجمعوهم معناتها ماهيش سهلة الحكاية خاصة تعرف الأوضاع في إفريقيا كذلك زادة في بعض الدول الأخرى في آسيا وفي غيره معناتها وأمريكا زادة مشكلة زادة كبيرة برشا توانسة عالقين غاديكا عالقين زادة فما توانسة زادة حتى في فرنسا موجودين معناتها بالمئات في فرنسا زادة معناتها بلد قريب معناتها نجم نقولوا فما ناس زادة اللي مشات لي وفعلها الدوانس كبار غيره معناتها هذا كل يمكن احنا توا ان شاء الله باش ناخذوا بلاد في سي بوراوي اللي مام باش يزيد يعطينا اكثر طفس بالضبط نعم. بالضبط لازم خاطر هذوما عمليه الاجلاء وفي الخليج زادة عندنا بعد الحين زادة باش ناخذوا تليفونات امبارح من قطر روحوا 241 تونسي ممكن توا في المراحل القادمه باش يزيدوا روحوا اكثر من الامارات مازال عندنا مواطنين في السعوديه في الامارات في دبي في غيره معنا في غيره بالضبط يعني الفمري معناتها تاثير سلبي على ازمه الكورونا نعم. خاصه على بعض القطاعات نتحدث هنا على القطاع السياحي القطاع السياحي اللي تضرر برشا من الازمه هذه وهو قطاع حي بالنسبه للاقتصاد التونسي لذلك يعني من يعني المظاهر وتجليات هذا هذا التضرر انه مثلا الموسم الحج الغريب السنه اللي يعني اللي اخواتنا اليهوديين يعني باش السنه ما فماش حج الغريبه لانه من 7-13 ماي وكما تعرف 7-13 ماي يعني في مازالت يعني الحركه القيدة حتى المملكه العربيه السعوديه مازال معناتها تقريبا مازال الحج مازال ماهوش والبارح سيدة فما انه قرار من الملك السعودي العاهل السعودي انه اقامه صلاه التراويح دون مصلين في الحرم المكي يعني باش يكون الا الامام الا الامام وحده الا الامام امام الحرم المكي باش يكون موجود باش يتم اذاعتها حسب يعني نعم. القنوات العالميه بدون مصلين الا الامام باش يصلي يعني في الحرم المكي لاقامه زاد كيف معناتها هذه يالله معناتها جائحه كبيره جائحه عالميه عيد الفصح المسيحي كان يعني لاول مره المحفل الباباوي كان فارغ كان في الا البابا حتى الناس ما نجموش يتعايدوا مع بعض ما نجموش لا ما نجموش حتى العيد الفصح اليهودي كذلك نعم. كيف يعني كان احتفال به يعني يعني أثناء مش كما عادة ما كانش فما كثير من الحقيقة أثرت فينا برشا الجائحة اللي هي كورونا الكوفيد 19 معناتها أثر على تقاليدنا على عاداتنا على حياتنا وباش يغير الحقيقة العالم باش يغير زاد برشا في المشهد الاقتصادي خاصة اليوم نشوفه في حاجات معناتها وأثر زاد حتى على من الناحية الفكرية الفلسفية كذلك صحيح. كذلك من اتجاهات فلسفية كثيرة جدا تو خرجت جديدة يعني حول الإنسان والسعادة حول الإنسان وقربه للدولة حول الإنسان والطبيعة في حد ذاتها كثير من الكتابات والاتجاهات الفلسفية جديدة يمكن بعد بالوقت تولي حتى مدارس فلسفية صحيح وشفنا زاد الطبيعة تنفست بالضبط الطبيعة رجعت في سيكل آخر معناتها شفنا في فينيس معناتها ماشي هذاك علاش قلت لك أثر حتى في تاريخ التفكير لازمنا نثبتوا بلا في الكوش دوزون اللي زارت بتنا فما هو تقريبا مازال شويه برك تسكر فما اي فما تو قاعد للثقب قاعد يتسكر يتسكر مازال شويه خاصه انه الانبعاثات الغازيه طاحت برشا يعني من دون حتى 43% على الاقل ما دامنا في الكونفينمون في لانه مصنع العالم هو الصين تراجع يعني الانتاج نتاعها كثيرا بالتالي فانه نسبه التلوث في يعني في الفضاء في الفضاء بصفه عامه وخاصه في الليكوش نتاع نتاع السماء يعني قاعده تو تطيح بالسياسه وهذا اللي اثر خلى العناصر نتاعها الحيويه ترجع اي بدنا نحكيوا على الصين بعد الاتهامات الامريكيه على دونالد ترامب يتهم الصين لانها هي سبب الفيروس كورونا لكن اليوم نشوفوا اللي اخر معناتها كما نقولوا الاعلان اللي صار البارح لانه الفيروس جاء عن طريق الخفافيش معناتها هذايا على الاقل عن طريق حاجه حيوانيه اي حيواني ممي فيه معناتها ثدييات نجم يكون من الثدييات
الثدييات من الثدييات يجب يكون خفيش يكون حاجه اخرى، لكن حتى التحليل نتاع المكونات الفيروس هذايا اكد انه المصدر نتاعو حيواني مش اصدر مصنع، ويعني يمكن يفسرها خير مني عالم بيولوجي معني صحيح. قريت كثير من الدراسات والدراسات هذه قريتها هذه الحاجه خلينا ولينا نقراو شويه دراسات وديزارتيكل خاصه معناتها علميه علميه، لكن والله لقيت فيها صعوبه، لكن مع الديكسيونير وندخل جوجل ونثبت الكلمات باش نجم معناتها قعدت جين حتى نهارين معناتها باش تفهم باش نجم نفهم بالسياسة شنو معناتها تقصد الكلام هذايا، خاصة انه كلام سيونتيفيك برشا. بون طورت شوية الحمد لله، معناتها حاجة باهية الكونفينمون تخليك تطلع أكثر. وصحيح المصدر نتاعو حيواني الأكثر من الخفاش، لأنه يقولوا أنه الخفاش هو مخزن فيروسات، لأنه يعيش إلا في البلايص يعني مظلمة واللي ما توصلش الشمس، لذلك يعني تسمى فيها برشا رطوبة، فيها برشا تسمى مخزن فيروسات كبير وكبير جدا. وكثير من المقالات تقول انه قد ما يوصل انسان الى المناطق الداخليه في الطبيعه مثلا كما الغابات الكبيره الاقتطاع نتاعها وكذا، قد ما يوصل معناتها يكون اون كونتاكت اكثر مع الفيروسات، خاصه الفيروسات الموجوده في المناطق اللي تميز بنسبه رطوبه كبيره ونسبه تساقطات كبيره، يعني اللي قريبه من خط الاستواء واللي قريبه من المدارات الاستوائيه، مدار الجدي والمدار السرطان، وهذا اللي يخلي يعني خاصه الفيروسات تعيش في المناطق الرطبه كثيرا، وحتى الحيوانات اللي تصاب بها هي ديجا عندها مناعه ضدها، علاش ما تضرهاش كما تضر مثلا الانسان، لانه الانسان يمكن المناعه نتاعو اقل من بعض الحيوانات اللي تسكن في المناطق هذه اللي متعوده بال عندها ادابتاسيون بالمكان هكايا. بالتالي يعني ممكن الخفاش هو اللي ينقل العدوى هذه الى حيوان اليف، لانه يعني تصير الميتاسيون لازم تصير على حيوان اليف قريب للانسان بعد تنقل الانسان عن طريق يعني على كل إن هو البحث مازال متواصل وبرشا ابحاث جديده الحقيقه. نشوفوا البارح مثلا سويسرا والمانيا يعلنوا عن بشي سيء مع تلقاو تقريبا ان شاء الله نقولوا هذا للانسانيه الكل فاكسان باش يجربوه، لكن حتى كان باش يجربوه الفاكسان ما يخرج كان من الاكتوبر ومازال مازال مش دقيق، لانه شوف التجارب السريريه الدوم وانجلترا زاده انجلترا فما سويسرا والمانيا فما عديد هذا في إطار حتى البرنامج كامل تسمى ديسكوفري موجود على مستوى الاتحاد الأوروبي متعاونين فيه الدول الأوروبية الكل خاصة ألمانيا وفرنسا متعاونين فيه ودول أخرى 6 دول أوروبية هي اللي تعاون على إنه اللقاح هذا يكون موجود على مستوى أوروبي. على مستوى روسي فما تجارب، على مستوى الصيني كانت التجارب انطلقت منذ أول مارس في أمريكا منذ منتصف شهر مارس الماضي. كثير من التجارب اللي قاعدة موجودة إما على لقاحات أو على أدوية تكون متطورة من أدوية موجودة لمحاربة فيروس كورونا، وهذه يعني حاجة باهية إن شاء الله. احنا ما نجمو نوصلوا من الاخير، ما نجمو نوصلوا نشدوا نرجعوا لحياتنا العاديه تاع 2019 2018، ما نجمو نعاودوا نرجعوا للحياه نتاعنا العاديه الا ما يظهر لقاح ضد هي حياتنا العاديه ستتغير مع كورونا مهما كان اما لكن باش نوصلوا نرجعوا نقعدوا كونتاكت ونرجعوا نتجمعوا وكذا ونمشيو للاستاد ونمشيو للحفلات وكذا فهمتني الا ما يصير لقاح، وقت يصير لقاح هو كان الوقت فهمت. لكن كما باش نزيدك حاجه اخرى هذا على مستوى عالمي كذلك، انه فما تحذيرات كبيره من موجه اخرى عنيفه من موجه اخرى هذا اولا، لكن ثانيا خاصه انه فما تحذيرات من كارثه انسانيه حول الاغذيه يعني كما نشوفوا احنا انه منظمه الصحه منظمه الاغذيه الدوليه الفاو برنامج الغذاء العالمي الفاو اي يحذر من كارثه انسانيه على مستوى العالم خاصه على مستوى المناطق الاقل نموا، انه الغذاء يمكن يزيدنا في عدد الجوع في العالم الى اكثر من 250 مليون شخص، خاصه وانه خاصه الحدود مسكره
حتى البرنامج بتاع الإعانات وكذا الدول ولات منعزلة على نفسها، ما عادش تساهم برشا في البرنامج هذية، خاصة برنامج دعم اللاجئين والبرامج الإنسانية هذية. بالتالي فإنه قد نعرفوا أنه فما كارثة متاع أغذية، وهذا يعكس حتى اللي صاير تو في البورصات العالمية، أنه مقابل أنه سعر النفط قاعد يطيح، فما سعر القمح قاعد يطلع بنسب كبيرة كبيرة جدا، توصل حتى 3-4% على مستوى البورصات الأوروبية والأمريكية. وهذا اللي يخلي زادا أنه خطر الموت، وخطر الموت جوعا يعني، ولا يعني ولا يعني ولا حاجة ذات نسبة عالية وعالية جدا. لذلك فما تحذيرات كبيرة ياسر من المنظمات الدولية بأنه الانعزالية هذه زادا راهي باش تسبب في كارثة إنسانية أخرى، هي كارثة الموت يعني بسبب الجوع. بسبب الجوع نزار زاد لازم نحكيوا على البترول، ما نجمش نحكيوش على البترول. البترول قلت لي البارح ما كنا نحكي عليه، لا لا والا باش نكملوا نخدموا بالطبيعه اللي صار. لا لا مش نحكي على البترول اليوم، ارتفع هو بعض الشيء، ارتفع على ذاك باش نقول لك اليوم 11 دولار 11 دولار نعم، ولا 11 دولار بعد ما وصل او لامس وصل الى موان 37.45 سنت دولار، معناها 37 دولار معناتها المليمات كان نجم كل واحد كم المليمات كل مليمات سنت 37 دولار و 45 سنت مخيف في الوروس تمشي تشري معناتها برميل يعطيك فلوس معاه يعطيك فلوس يعطيك فلوس معاه وبلاه باش فهم برشا لخت في الفيسبوك انه البرميل معناتها برميل حقيقي هو درجه قياس قيس مش خاطر الناس يقول لك برميل شنو هو درجه قيس، والبرميل بترول تساوي يعني قرابه 159 لتر من البترول، والدرجه القيس هذه هي العالميه لانه عالمي. في منذ انطلاق الاكسبلوتاسيون تاع البترول كان يصبوه في برامل، وقت يصدروا في برامل ما كانوش يصدروا في صهاريج كبيره، كانوا من بعد بالتطور نتاع وسائل النقل ولا يصدروا في صهاريج. برشا تهيج وبرشا ضحك على اللي صار في البرميل بالنسبه هكا، على الاقل في الكونفيرمونس لقاو علاش ينبروا كالعاده. باش نفتحوا قوس صغير برشا بركه على اللي صار البارح في الطاقه في لجنه الطاقه فيما يخص في معناتها في مجلس النواب، والحقيقه معناتها فما كثير من الكلام مش باش حتى نعاود لا لا ما يتعاودش نستهجنوا انا نستهجنوا ياسر لانه يعني اولا كلام او بين النواب ما يجيش اللي هما صفوه وصفوه هذا اولا، ثانيا كلام حتى أخلاقة السياسة اليوم احنا اليوم في حاجه بالحق أخلاقة السياسة لو حتى لو كان تعمل فم ميثاقات وفم اللي تحب لازم الردع ما لازم الردع لازم نلقاو حل ماهوش هذا ماهوش هذا مستوانا ومش هذا حتى لو كان فم نص قانوني ومصوت عليه راهي باش تواصل نفس الشيء لانه شوف الأخلاقة بتاع الحياة السياسية تنبع كان من الممارسين السياسيين نعم. اذا انت تتمتع اخلاق وعندك روح أفلاطونية في ممارسة السياسة فراك باش تكون باش تكون محليك. وثانيا شوف راهو هنا درجة الفهم السياسة عند الشعب عندما ينتخب، عندما تنتخب ما تنتخبش إنسان تقول هذا والله مهف وكذا وعمل وفعل وفهمتني معناتها هذا راهو اللي ينفع هذا هو سياسي واحد حار كما نقولوا احنا بلغتنا، لا خذ يعني يمكن تختار انسان اللي يكون اونيت معاك اللي يكون عنده يعني حد ادنى عنده حد ادنى زاد من المستوى التعليمي والاخلاق ومن غيره. بالضبط نعم. بالضبط هذا هو يعني الاخلاق تنطلق من المشاركين في العمليه السياسيه مش بالمراسيم ان شاء الله تتغير برشا حاجات بعد كورونا ولا بالنص القانوني لانه شو حتى كان فما نصوص كما نقولوا احنا بلغتنا العاميه السارق يغلب باللحاح. على كل نختموا كالعاده فما 105 ويعني 175,000 حاله وفاه في العالم من فيروس كورونا. الولايات المتحده الامريكيه برك امس 2700 وفاه في 24 ساعه. وتعرف قداش بطاله جوست حاجه يمكن ما رقم افزعني 25 مليون بطال معناتها عالم اي بطال في امريكا الى حد معناتها الى حد البارح حاجه وعديد من عديد من الشركات افلست الشركات العالميه نحكي لك راهو من شركات طيران على مستوى عالي افلست طيران مش كبيره افلست يعني افلست وخلت حتى الدول حتى الدول تتدخل
تتدخل ولات تقتني في الشركات هذه اللي تسمى عندها بالنسبه لي هويه نتاعها، تطرح الهويه نتاعها تقتنيها باش يعني تشريها كما هي فالسه باش تعود تحييها فيما بعد بعد ازمه الكورونا. وكما نقولوا احنا انه عدد الاصابات بفيروس كورونا على مستوى عالمي تجاوز 2,500,000 اصابه، وقاعد فما اكسيليراسيون كبيره ياسر بالنسبه لانتشار الفيروس هذايا، والاكسيليراسيون هذه زادت اكثر منذ يعني بدايه الطلوع نتاع الكورب نتاع الولايات المتحده الامريكيه خاصه وبريطانيا، هي اللي خلات الاكسيليراسيون تكون موجوده ياسر، والسرعه سرعه هذه انتشار العدوى في العالم. واظن ان شاء الله انه يكون من هنا لشهر ماي، معناتها خاصه انه خاصه في نيويورك بدات الاصابات يعني تقل وعدد الوفيات يقل برابور الولايات الاخرى. وكما نعرفوا انه العدوى اكبر عدوى يعني موجوده اليوم موجوده في يعني ولايه نيويورك في الامريكيه، وهذا اللي خلى يعني الاعداد تكون بالطريقه هذه. نعم، شكرا لك نزار، نقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك، كل عام تحب خير، وان شاء الله نتقابلوا في رمضان بقدره ربي. موجودين ان شاء الله في رمضان مع بعضنا اكيد، وان شاء الله نكونوا خفاف ظل على الساده المشاهدين.